السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ معاكم عمل البارة الخاص بالجي اي تي مديول. يعني هناخد كل البارازايتس اللي ليها علاقة او اللي ممكن تعمل لي جي اي تي مانيفستيشن. زي ما انتوا عارفين الباراسيتولوجي بيتقسم لايه؟ تقسيمة الباراسيتولوجي عموما يعني بصفة عامة عندنا حاجة اسمها هيلمنسولوجي اللي هو علم دراسة الديدان، وفي بروتوزوا اللي هو العلم دراسة الكائنات وحيدة الخلية، وفي الانتومولوجي اللي هو علم دراسة الحشرات. بالنسبة للهلمنسولوجي اللي هو علم دراسة الديدان، بتنقسم ل هنيجي ناخد المورفولوجي اوف ادلت سوما مانسوني. اول حاجة عندنا الميل، اول حاجة ما نيجي نعلق عليه هتعلق لي بالسايز، السايز بتاعه قد ايه؟ تقريبا 8 ملي. بعد كده التجيومنت، شايفين التجيومنت اللي بره عليه ايه؟ كورس تيوبركل، كورس تيوبركل. التيوبركل زي دكاترة مش بادئة من الاورال سكر، التيوبركل بادئة من تحت الفنترال سكر، من بعد الفنترال سكر تقريبا. بعد كده هنيجي ناخد الدايجستيف سيستم، عبارة عن ايه؟ عندنا اورال سكر يلي بيديني فارينكس، بعد كده تو انتستينال سيكا، بعد كده الفارينكس يا دكاترة هيتفرع يديني تو انتستينال سيكا، التو انتستينال سيكا هترجع تتحد تاني. شايفين الاتحاد بتاعهم عند الانتيرور ولا البوستيرور بارت؟ لا، عند الانتيرور بارت، يبقى اليونيون اوف انتستينال سيكا عند الانتيرور بارت، بعد كده هتكمل بوستيريورلي. تمام، ده بالنسبة للدايجستيف سيستم. بعد كده الجينيتال سيستم، الجينيتال سيستم في الميل عبارة عن ايه؟ عبارة عن تستيس. يهمني قوي اعرف عددهم قد ايه. هنا في السيستوما مانسوني عددهم تقريبا ممكن من 6 ل 8، وموجودين في كلاسترز. يعني ايه موجودين في كلاسترز؟ يعني مش مرصوصين ورا بعض، موجودين في تجمعات. تمام، شايفين يا دكاتره اللي تحت الفنترال سكر دي المفروض ان هي الجينيتال اوبننج اللي تحت اللي ورا الفنترال سكر دي على طول، الفتحه اللي ورا الفنترال سكر دي على طول. تمام، يبقى ده بالنسبه للسيستوما مانسوني ادلت ميل. اول حاجه هعلق عليها زي ما قلنا السايز، السايز بتاعه 8 مللي تقريبا. الكيوتيكل او التجيومنت اللي بره كفرد بيه كورس تيوبركل. الدايجستيف سيستم عباره عن ايه؟ عندنا اورال سكر هيديني فارينكس، وبعد كده تو انتستينال سيكا، اليونيون بتاعهم في الانتيريور بارت. تمام، بعد كده عندنا جينيتال سيستم اللي يهمني تستيس عددهم قد ايه وتزيحهم قد ايه، عددهم 6 ل 8 وموجودين في كلاسترز. بعد كده هناخد الفيميل، الفيميل طويله ورفيعه، هقول اللينس بتاعها تقريبا اكتر من الميل، اللينس بتاعها تقريبا حوالي 1.5 سنتي. تاني حاجه هي بتبقى سايلندريكال. بعد كده هنيجي نعلق على الاورال سكر والفنترال سكر، بعد كده هنيجي نعلق على الاورال سكر والفنترال سكر. بقول ان السكرز هنا في الفيميل نوت ويل ديفلوبد او ليس ديفلوبد. ليه ليس ديفلوبد في الفيميل؟ موجودين هما بروميننت قوي في الميل، انما في الفيميل لا، صغيرين جدا. طب ليه؟ هي اساسا السكر دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها الايه؟ الفيكسيشن. طب هل الفيميل محتاجه انها تعمل لنفسها فيكسيشن؟ لا. ليه؟ انا نسيت اقول لكم في الميل ان الكيوتيكل بيحصل له ايه؟ فولدنج لاترالي، بيعمل لي حاجه اسمها جاينيكوفوريك كانال، هوريها لكم في صوره تانية غير دي. الكنال دي بتبقى محموله فيها الفيميل، فبالتالي الفيميل مش محتاجه سكرز قويه علشان تثبت نفسها فيها، لان هي متشاله اصلا على الميل. عندنا اورال سكر وفنترال سكر. بعد كده في دايجستيف سيستم اللي هي برضو الانتستينال سيكا. تمام، في بعد كده اللي يهمني بقى الجينيتال سيستم او الجينيتال اورجان في الفيميل اللي هي الاوفري واليوترس والفيتالاين جلاند. شايفين يا دكاتره مكان الاوفري موجود في الانتيريور ولا البوستيريور بورت؟ موجود في الانتيريور بورت. تمام، اللي ورا الاوفري ده الفيتالاين جلاند. الفيتالاين جلاند وظيفتها ايه؟ بتعمل لي نيتريشن للاوفا اللي موجوده جوه الاوفا. ده شكل الميل اللي ممكن يجي لكم في الداتا شو في الامتحان. الاورال سكر وتحتيه الفنترال سكر، وشايفين التستيس يا دكاتره، شايفين عددهم كم؟ عددهم بيوصل من 6 ل 8 تقريبا، موجودين في كلاسترز. ادي شكل الفيميل، ادي الفيميل يا دكاتره. هي كلمة رودمنتري سكرز دي اساسا كلمة مش مظبوطة، لان رودمنتري دي يعني معناها ان هي مش موجودة. لا، السكرز موجودة بس مش ديفلوبد كويس زي السكرز بتاعت الميل. تمام يا دكاترة، دي الصورة اللي ممكن تجيلكوا في الامتحان. تقولي السيستوما مانسوني اضلت في ميل، شايفين الاوفري، مكان الاوفري اللي هي البينكش ماس اللي مشاور عليها السهم دي موجودة عند الانتيريور اند. هتقولي لي يا دكتورة طب ازاي اعرف الانتيريور والبوستيريور اند؟
هقول لكم ال anterior end بتبقى thin، ال posterior end بتبقى thick. تمام يا دكاترة؟ بعد كده ده برضو السوما مانسوني قابل، ممكن تجيلكوا الصورة دي في الامتحان. طب هتقولي يا دكتورة طب انا عرفت انها قابل لان هو الميل اهو thick والفيميل اللي هي رفيعة، اللي هو الخط الرفيع اللي ملفوف حوالين ايه؟ حوالين الميل. طيب ليه ما قلتش عليها هيماتوبيم اللي انتوا خدتوها في سنة اولى؟ عدد التستيس اهو يا دكاترة كتير جدا، ادي 1 2 3 4 5 6، انا تقريبا يعني قدرت اعد 6. تمام، طالما اكتر من 4 موجودين في كلاسترز يبقى دي شيستوما مانسوني، يبقى دي شيستوما مانسوني قابل. تمام يا دكاترة. الحاجات السوداء اللي انتوا شايفينها في الفيميل دي عبارة عن دايجستد هيماتين. ما هي الشيستوما موجودة فين؟ الهباتات بتاعتها موجودة في البلاد فيسلز، بتعمل انجيشن لايه؟ للبلاد. دي صورة يا دكاترة شيستوما مانسوني ايج اوفال سين شيلد، لها لاترال سباين شوكة جانبية، الكونتنت بتاعها اللي هو الميراسيديوم، والكلر بتاعها بتبقى ترانسليوسنت. خلاص يا دكاترة. شيستوما ميراسيديوم دي الصورة اللي ممكن تجيلكوا في الامتحان، هي حاجة بايريفورمي ان شيب وسيلياتد، السيليا الباينة اللي هي النغبيش اللي بره دي يا دكاترة عاملة زي الهالو حوالين البرازيت من بره. تمام، تقول لي انها بايريفورمي ان شيب وسيلياتد وفي انتيريور بورينج بروسيس. بعد كده احنا قلنا الميراسيديوم هيديني ايه؟ اسبوروسيست. ادي شكل الاسبوروسيست، هو سيك لايك استراكشر ومليان بسركاريا. نيجي بقى نشوف شكل السركارية، بسميها فوركو، فوركو سرقة السركارية. ليه بسميها فوركو؟ لان التيل فوركيد، فوركيد يعني ايه؟ يعني مشقوق. طيب تقولي الكومنت بتاع السركارية هتقول ايه؟ هتقول ان هي عبارة عن بودي وفوركيد تيل، وطبعا البودي ده عبارة عن ايه؟ في اورال سكر وفنترال سكر برضو وانتستينال سيكا، وفي بنتريشن جلاند. بنتريشن جلاند عند الانتيريور اند دكاترة وظيفتها ايه؟ بتعمل بتدي لايت اكسكريشن، بتعمل بنتريشن للهيومن سكين. دي صورة تانية للسركارية، بودي وفوركيد. ده بقى صورة الانترميديت هوست بتاع الشيستوما مانسوني اللي هو بايونفلاريا الكسندرينا. بايونفلاريا الكسندرينا السنيل ده يا دكاترة اسمه ايه؟ بايونفلاريا الكسندرينا. بعلق عليه ازاي؟ بقول ان هو ليفت هاندد سنيل. يعني ايه ليفت هاندد؟ يعني الابريتشر او الفتحة بتاعته يمت الليفت سايد، يعني على ايدك الشمال. تمام، ديسكويد تشيل او باتل مايك، عامل زي الزرار بالظبط. لادر شيب ابر سيرفيس، الابر سيرفيس بتاعه مدرج. تمام يا دكاترة، ده الانترميديت هوست بتاع الشيستوما مانسوني. ثانك يو دكاترة.